اختي السبب واضح وباين للمغاربة كاملين عارفين، هو ان الجامعة ما هي السبب في الخطر اللي وقعت لنا البارح. اما اللعابة تبارك الله راه لعبوا قدموا المجهودات اللي عندهم كاملين، هانشي المشاكل كاملين كاينين في القجاع، فهمتي؟ القجاع والمدرب. اختي المدرب بدا 80 مليون ويديوني انا ندرب اختي نجيب لهم داك الكاس، يعطيونا 100 درهم نهار نجيب لهم داك الكاس. لعابة كاينين في العالم مغاربة واعرين، حكيم زياش علاش مي مدرب معكس اختي؟ قسما بالله المدرب معكس، عدمنا وحق الله في صحتنا. المشكله الماتش داروا مع الاربعه من الخمسه من سته وحنا تنتفقسوا قسما بالله، والله الا عينا بو عينا من هذا المنتخب هذا. كل عام ما تيتبدلش داك الشيء، نفس الحاجه كتعاود. المدرب اللي تيجي تيدي الصرف وتيمشي في حالاته، وما تنديو لا كاس لا والو من 86 ولا ما عرفت من الناس. ما شفنا حتى شي لقب، حنا صغار ما نحضروا شي لقب اختي والو، والله ما كاين لا لقب لا والو. بغينا نشوفوا شي لقب نفرحوا في المغرب حتى حنايا وكذا، والو اختي ما فهمنا والو. السبب راه هو باهي، راه هو الجميع اللعابه اللي جاهزين ما جابوهمش، اللعابه اللي دوز حيد قدي باش ما كرامه النتيجه كي دايره. تنقول القجع راه عاونتينا بنيه تحتيه، وكيف المنتخب راه ما عطيتيناش من 76 بزاف هادشي هذا كاع. احنا راه تزوجنا وولدنا ولادنا وباقي ما شفناش كاع كاس افريقيا هزوا المغرب ولا شي حاجه، حشومه عليهم والله تحت حشومه عليهم. وتنتمنى حتى الجامعه حتى هي تحاسب، علاش ما عيطت على جياس لاعب جاز مزوار جايب لنا اللعابه احدث اش دير احدث خلات حد ما اش نقول شو مالهم. وتتمنى من رئيس الجامعه حتى هو يتحاسب والمسؤولين حتى هما حتى هما خاصهم يتدخلوا، حيت من الماتشات الاولي راه باين عندنا خلل في الدفاع، عندنا خلل بزاف د الحوايج. حنا معولين على حكيمي وجياس، هادشي ما يمكنش بوفال. المنتخب المغربي ما اجتهدش، ما كافحش، يعني ما ناضلش في الكره، واش فهمتي؟ هذا هو المشكل اللي مطروح. ديك الروح القتاليه ما كايناش، كون دينا على المحليين كون جابوا لنا نتيجه مزيانه. مصر دون المستوى، ما عندهمش كره، عندهم جوج كوايريه ما عندهمش حتى المستوى ديال الكره. عندنا تقنيين، عندنا كوايريه ودراري صغار يعني شباب. والماتش اللي فات شوفوا مصر شوفوا المغرب مع الاخرين وقارنوا بين هكذا، يعني المغرب البارح ما كانش شي كره، ما كانش روح قتاليه، النفس ديال البلاد ما كايناش. جابوا دراري من برا اجانب خايفين، جيبوا المحليه راه يقضيو لنا غاره، ديروا اكاديميه عام للبلاد. راه عندنا كويريه في البلاد، ديو عام الرجاء ومن الوداد من اللي فرح حنا كونا فرق، اش عندنا كاع حشومه كاع عيب نخسروا مع مصر بذاك المستوى. هذا هو اللي انا بعدا نحمل المسؤوليه للمغاربه، المنتخب المغربي والمدرب، يعني كانوا من غير مستوى. وبالنسبه لمصر كره مع المغرب ما عندهمش كره، حنا ربحوهم حتى بثلاثه البيوت وضربنا بيت بيلانتي في الاول ولينا واقفين راجعين للور. هذه هي كره، راه ما خطه ما والو، اسمحوا لي راه المغاربه خلاو فيها. ايوا اول حاجه هي المدرب، اول قبل كل شيء المدرب ما قايمش واحد الواجب ديالو، يعني اي مدرب كيجيبوه لينا في الحقيقه كاين هذا. واش حنا بغينا نعرفوا واش ما عندناش مدربين في المغرب؟ ما عندناش اطور حنايا اللي كافئه اللي تقدر تهز المنتخب وتزيد به القدام. حنا في اخر لحظه خرج هذاك اللاعب حيدو كان هذا، يعني ما واحد المستوى ما كاينش عالي عندنا في كره القدم. ديما ما كيفرحوناش هاد الناس هادو، ما تيبشروناش، كتمشي كتبغي تتفرج كتولي واحد في يعني كيبقى فيك الحال على بلادك، على القميص ديالك، على الوطن ديالك. عندنا غير على الوطن ديالنا وعلى بلادنا، يعني المدرب ولا هذا ولا الجامعه. حتى بالنسبه للجامعه وما كيجيبوا اي مدرب، يعني ماشي شي مدرب مختص، يعني بحال تنقول بهذه العباره هذه، يعني كيكونوا دايرين معاه اليد، كيجيبوا مدرب دايرين معاه اليد تيقسموا معاه، هذاك ما مدرب ما والو. شنقول لك اختي؟ المغرب عندنا باللعابه زوينين كذا، هو ما كانش يخرج بوفال، بزاف د اللعابه ما كانش يخرجهم المدرب، وتا الجامعه تضغط على المدرب ما تتخليش ياخذ راحته، فهمتيني؟ هادشي عندنا في المغرب في الكره المغربيه ديما عندنا هادشي هذا. وبالنسبه للمغرب حنا الرياضه اللي تجيب لنا النتائج هي الرياضه ديال المعاقين، المعاقين هما اللي تيجيبوا الجوائز للمغرب، هما اللي تيجيبوا الاولمبيات، وهادشي اللي كاين. وحنا بخير نتمناو كاس العالم ان شاء الله، نتمناو نجيبو كاس العالم، نلعبو في كاس العالم زوين.